الآية دي ويانا إيه؟ بيقول إيه؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. لا تشعر أنك انتقلت من أسلوب نثري إلى أسلوب شعري. أي فذلكن الذي لمتنني فيه وزن شعري. فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل فاعل من بحر البسيط. إنما أشعرت بأنك انتقلت من نثر إلى شعر. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شعر ولا مش شعر؟ أهذا وتقرأها في القرآن فلا تكاد تفرق أن تحس بأنك انتقلت من نثر إلى وبعدين تسيب دي وتروح إلى إيه؟ نثر آخر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله لا مش جاية في الشعر دي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم من المجتس. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله شعر ولا مش شعر؟ شعر يا أخوي. الله يخدم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم إيه؟ مؤمنين. بقول لك أيها الكانز النفيس ليحظى إن قارون كان من قوم موسى. أيها الكانز النفيس ليحظى إن قارون كان من قوم. شعر ولا مش شعر ده؟ شعر. كتب الرحمن على فمها في جامع سطرا قد جاء ملخصه إنا أعطيناك الكوثر. الله طب شعر ولا مش شعر؟ الله شعر. إنما هل شعرت أنت وأنت تقرأ القرآن أنك انتقلت من منصور إلى منظوم؟ لا. مما يدل على أن النغم الذي قاله الله نظما أو شعرا أو نسا لا نشاز بينهما ويكاد يكون سيالا إيه؟ يكاد يكون سيالا إيه؟ واحدا. وده ممكن يتأتى إلا من كلام الحق. وأما كلام البشر فأنت إذا قرأت الموزون ثم انتقلت إلى منصور أحست أذنك بأنك انتقلت من منصوم إلى منصور أو العكس انتقلت من منصور إلى منصور. ولكنك حين لو لم ننبهك إلى هذه الأوزان ما استطعت أن تقول إن فيها أوزان ولا فيها أي حاجة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. يا سلام. ولقد راودته عن نفسه. ما هي بينت بقى الحيثية بقى اتبجحت بقى خلاص. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فعصم نفسه يبقى معقول. إنما استعصم يدل على تكلف الشيء والمشقة في حجز نفسه. المشقة في حجز نفسه دي كلمة فاستعصم لتثبت أن فحولة رجولته غير ناقصة. ولذلك جاهد في نفسه جهادا ليكبتها. لأن لو مرت المسألة كده يمكن يقول لك واحد أصله هو يعني ما فيش لله. لا أهي دي بتاعت زي همت به بتاعت زمان. وكلمة فالإيه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره أي به ليسجنن. يا سلام هي اللي بتصدر الأوامر. شوف بقى نساء القصور لما هم اللي يصدروا الأوامر ينسجن يعني ينسجن. ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. شوف كلمة فلما رأينه أكبرنه يعني رأينه على أعظم مما تصور. هي قالت ما كانش يفعل انا على الصوره دي اخليه اهون مما يكون من الصاغرين. من صاغر مش معناه صغير يعني صغر يصغر يعني سن. لكن صغر صار ذليلا مهانا. فانتوا اكبرتوه ورفعتوه لفوق انا ما عملش الحكايه دي هنزله فين؟ هنزله فين؟ وقالوا بقى طب ايه الحكايه وهم قالوا كده ليه يعني ما دام مش غيرانين على الفضيله ولا اي حاجه ليه عملوا الحكايه دي؟ اما لك لانها حبسه عندها في القصر وما فيش حد بيشوفه الا هي عايزينه بقى يلا تحافظ عليه وتطرده اقل يشوفوه بره كده يتملوا بيه وبتاع. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. طب الله ايه الجمع هنا ليه؟ ده هي اللي قالت ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن. دوك ما لهمش دخل. فيقول ربي السجن ما هو قالت ليسجنن
فهو بقول ايه والسجن احب الي مما تدعوني انت اليه. انما هم مالهم بقى التانيين؟ قال لك لا ده لازم ساعه ما شاء ساعه ما سمعهم لا يسجننا اشاروا له بقى باي انواع اشاره. يعني مش معنى مش ضروره تورط نفسك الورطه دي يعني وغمزوا له كده يعني لا. امال تيجي بقى امال ايه اللي دخل الجمع هنا مع المفرد ده؟ هي بتقول ولئن لم يفعل ما امر لا يسجننا ولا يكون من الصغر. هي اللي بتقول فقال ربي السجن احب الي من لو ان الكلام ماشي يقول مما تدعوني الي. انما هو جاب مين؟ جاب النسوه. كان النسوه برضه فاضلين في الصوره. يبقى ساعه ما قالت لا يسجننا بقى راحوا له كده يعني شو يعني شوف شغلك بقى يعني سايس امورك. او ساعه ما هم شافوه كده وبتاعوا حاجه زي دي ما هي العيون والانفعالات وقسمات الوجه لها تعبير ابلغ من تعبير العبارات. تلاقي كل واحده بقى بصت له بصه يعني تستميلوا اليها يعني فاستميلوا اليها. وما دام اشارات العيون دي وبتاع فعرف هم عايزين ايه، يا سواء كانوا يردينه على ما تطلبه هي منه او هم يعملوا فيه ايه او يبدلوه غزل جانبي. كل واحده تبدله ايه غزل جانبي. ما هو الشاعر ابو دلامة قاعد وبعدين في وسط الخليفه وحواليه الاعيان بتوع الدوله، وبعدين الخليفة حب يداعب رجال الدولة ويداعب أبو دلامة الشاعر وهو هجاء. أم قال له عزمت عليك إلا هجوت واحدا منا. يعني إيه هج واحد من مين؟ من اللي قاعدين دول. فبص له اللي قاعدين كل واحد يشور له إشارة يعني بقى يعني ما تهجنيش وليك عندي إيه يبقوا فهموا ولا ما فهموش؟ كل واحد عمل له كده عمل كده هو طماع عايز ياخد كل دي. فقال ايه ما تهجي نفسك وتنفض. فراح هاجي نفسه يبقى خرج من قسم الامير ورضى مين؟ ورضى الكل وخد منهم اللي هو ايه. ولذلك قال هناك الابيات الشعريه الايه المشهوره الا ابلغ لديك ابا دلامة فليس من الكرام ولا كرامه. لا هو كده ولا هو ايه. إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة. هجى نفسه وكسب إيه؟ كسب ما أراه يعني ما استشورات اللي حصلت دي خد بها. فكذلك نقول النقلة دي هي التي قالت لو يسجننا ولا يكون من الصاغرين. فالأسلوب القرآني جاب النساء في قلب الحب. إلا تصرف عني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلي إيه؟ إليهن وأكن من الآجر. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي أن أوافق امرأة العزيز أن تفعل أن يفعل معها ما تأمره به أو أنهم هم يوجه قلوبهم إليه إليه. الله الله الله. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربي كان يقول إلهي لأن منطق التكليف في الألوهية. منطق التكليف في الألوهية لأن دي العبادة افعل ولا إيه ولا تفعل. قال لك لا أنت اللي ربيتني وأنت اللي تعهدتني ما تتخلاش عني في هذا الوقت لأنك ربي وأنت اللي بتاخد بإيدي في كل حاجة. فدعا الله بالاسم الإيه الربوبية. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبيقول له أنا بشر وأنت خلقتني بشر إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الإيه من الجاهلين. يبقى برضو بيؤكد بشريته وفحلته وأنه امتنع لا لنقص في تكوين طبيعته ولكن امتنع لأنه نصب منهج الله أمام عينيه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. التآمر بقى اللي بينعمل ربنا سبحانه وتعالى ما هو لجأ إلى الرب يبقى هو اللي صرف الإيه الكيد. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم لما عرفوا أن ما فيش يعني فايدة من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
كلمة لا يسجننه برضه عقوبة فيها لون من استبقاء حنان الحب. طب ما كانوا يقولوا موتوه ولا ادوه في داهية ولا ما حصلش، برضه فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيه امل. والسجن عادة احنا عارفين ان السجن هو حبس المسجون لتتقيد حركته في الوجود. بعد ما كان حر الحركة حر الالتقاء بنسجنه، وده ليه بينشأ ليه؟ إما الإذلال وإما مخافة الشر، بنكف شره أو نزله، لأن الإنسان ما يكترئش على الأحكام إلا كان فاهم أنه له فوق وله قدرة وله غلبة، فنقول له لا غلبتك انتهت وقدرتك انتهت وأصبحت مقهورا، كنت عامل فتوة برة يعني، لا دلوقتي اتفضل هنا وسجان وعسكري كده يقعد يضرب فيه بالقلم ويقعد يأمر فيه وينا مهما كان عظيم. يبقى السجن معناها اخذ المسجون وعزله لتتقيد حركته، لنمنع شره عن المجتمع او لنزل نزل نفسه. وده طبعا السجون امر موجود في كل الدنيا، الا ان في سجن ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا في العصور الحديثه في كل النظم تاخد المسجون تعزله عن المجتمع، والمجتمع قد يعطف عليه برضه بيطلعوا الناس تزوره ولا لا، وتاخد له اكل وتاخد له شرب وتودي له مش عارف ايه، ويمكن تدسله اللي بيحبه سجاير ولا كتب ولا مش عارف ايه مثلا. انما السجن الديني مش كده، السجن الديني مش ان تعزل المجرم عن المجتمع، ان تعزل المجتمع عن المجرم، تخليه في المجتمع كده وهو وهو معزول، لا تكلمه فلان، ما حدش يتعامل معاه، ما حدش عمل. وقد يتسامى العزل الى ان يصير الى عزله عن الاهل، يبقى ويا الاهل يقول لا اياك ان يقربك، كما فعل رسول الله في الثلاثه الذين تخلفوا، مش بعت للنساء قال لهم دول ما يقربكوش. هذه كلمه هذه العزل الحقيقي. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. وما دام بقى السجن يبقى دخلنا في حته ثانيه، ودخل معه السجن فتيان. دخل معه، المعية دي فيها معاني، معية ذات ولا معية أسباب ولا معية أحداث ولا معية طب دخل معه السجن، الدخول هيبقى في معية ذات معه وياه. يا ترى برضو من سياسة القصور برضو المعية جت كده زي ما ده برضو قال لك ما هو اللي هيبقى هنا الخباز والساق. فهل هذه مسألة زي ما بتصنع بعض الأحداث عشان تشوش على حدث يصرف عنه الناس بها، يجيبوا ما يكون في حدث كده فيقوموا يعملوا شوية أحداث تانية زي ما يقولوا بيدوكوا على الحدث. عملوا هيصة في القصر كده والعين الملك حينسمه والسقع حيحط له مش عارف والتاني وخدوا ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني بقى هم بمجرد ما دخل معه السجن قال أحدهما ده لازم عشرة بقى عشرة طويلة، لدرجة إنهم حكموا عليه أحكاما، هذه الأحكام لا تتأتى إلا بطول المراس والمعاشرة. طول المراس والمعاشرة خلهم يلجأوا إليه، يلجأون إليه في أمر يهمهم. قبل ما يكون في امر يهمهم اهو انسان سوي وكويس ومش عارف ان ما فيش علاقه. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله، يبقى معناها انه لازم حلم بقى، تبقى راى اين حلميه، واحد رأى انه يعصر العنب عشان يبقى خمر، واحد رأى انه بيعمل قال نبئنا بتأويله. بتأويله ده هما رؤيتين، كان نبئنا بتأويلهما، نبئنا بتأويلهما. ام قال لك لهم الاثنين تكلموا بطلب الاثنين ولا كل واحد؟ يبقى كل واحد نبئنا بتأويل بتأويل امره.
أو نبئنا بتأويله هذا الأمر الذي نراه، يبقى ماشي نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين. يبقى الحيثية التي جعلتهما يتوجهان إلى يوسف علشان يفصل لهم هذا الحلم، إنا نراك من المحسنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.